بكرة بتشوف هالشي بعيونك. ايه استاذ ميهتا هن رح يتزوجوا، بس انا لازم اعرف وين رح يصير العرس. طيب انت ليش خايف؟ اترك الشغله علي، انا ما رح خلي روشني وكريش ينقصن اي شيء ابدا. برجع بحكي معك. اسف، الحق علي. يا لا تواخذني، زعتوا لي ثيابي. هاد انت؟ معقول؟ يعني وين ما رحت بشوفك قدامي. يلا بقى اعترفي اني انا حلو ومرتب وكمان كتير ذكي وعم تلحقيني وين ما رحت وين ما اجيت كرمال اني يصير صهرك وفوق هالشي مو عاجبك. لك وطي صوتك، اصلا انا ما بعمل هيك حركات. يعني اذا انت كتير خايفه على مركزك ووضعك الاجتماعي لا بقى تلحقيني، لاني ماني فاضي لك ابدا وعندي شغل لفوق راسي، فبنصحك انه تبعدي عني. لك ما فيك تحكي بصوت واطي، ولا اهلك ما علموك وما ربوك منيح؟ ما بكفي انه كبيت القهوه على الساري تبعي ونزعت لي اياه؟ بتعرف قديش حقه؟ يا مدام أنا بعرف إنه غالي وبعرف إنك غنية، بس الغنى مانو بالمصاري أبداً. المصاري هي زبالة الدنيا عن جد. لهيك رح أنصحك نصيحة حطيها حلقة بإذنك. إذا بدك كل الناس تحبك وتصير تعزك كمان، لازم تبطلي شوفة الحال هي. ليه كيف عم يضحك؟ أنا ما كان ناقصني غير واحد تافه ما بيسوى شي يعطيني نصايح، هالشب كل ما بشوفه بينتزع مرائي. أنا بفرجيك، أنا لازم أحكي مع المدير كيف بيسمح لهيك تافهين إنه يفوتوا. خير شبك؟ قولي لي مين اللي مضايقك هيك؟ متضايقة من هداك الولد التافه الوقح. تفرجي، كب القهوة على الساري تبعي. معقول؟ أنا ماني عارفانة كيف بدي نطفه هلأ، يعني حتى لو بدي أشتري غيره بدي راتب شهر كامل لحتى أجيبه. أنا آسفة ما انتبهت عليك. طيب احكولي كيف كانت جولتكم؟ بصراحة كانت كثير بتجنن، صح روشني؟ اي مزبوط صح. خير شبهون ثيابك، انت واقع شي؟ لا بس كنت عم بعصر عنب، امتزحطت وتوسخت. هلأ شو بدك فيني واحكيلي؟ مين هالغبي ابن الغبي اللي كب القهوة عليكي؟ واحد تافه حقير، بس مو مشكلة ابدا، انا بعرف كيف حاسبه. ممكن بعد إذنك ترقصي معي هالرقصة الحلوة يا أميرتي؟ حلو، شو هالتهذيب هاد كله كريش؟ شايفة كيف عم يطلب منك ترقصي معه بكل أدب؟ كريش أنا مو جاي عبالي أرقص هلأ. شو؟ روشني لا تقولي إنك خجلانة، يلا قومي ورقصي معه. أنا بعرف تماماً قديش أنت بتحبي الرقص، لا تخجلي. ماما مو حلوة نتركك. أنت شو بدك فيني؟ يلا قومي ورقصي معه. يلا مو حلوة إنه يضل مادد لك إيده. قومي. إيه هيك ها؟ تفضلي. تعرفي لما كنت بجامعة هارفرد بمشروع تخرجي كنت أحسن واحد برأس الفالس. حلو.
شبكي انت منيحه؟ ايه منيحه، لا تاكل هم، بس بدي روح على الحمام. اذا بدك بشمعي. لا بعرف الطريق، خليك. شو عم بيصير معها؟ خير؟ شو صاير مع سيد؟ ليش ما عم بيرد على رسائلي؟ لك وينك انت؟ رد علي. يعني معقول عم بيطنشني؟ روق 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 يا بابا، اصلا مالك عرفان شو القصة. انا هلا صاير عم طنشها وما عم رد على تليفوناتها، يعني الطريقة تبعك رقم 22 ما رح يمشي حالها. طيب بابا شو رأيك؟ اتبع الخطة رقم 36، مع انه ما كتير بحب الخطة بس مضطر انه اتبعها، بلكي بيمشي الحال معها. لو تعرف شو صاير فيني بابا، انا كتير بحبها. ايه عادي، يلي عم يصير فيك مثل ما كان يصير معي من زمان، هذا الحب يا ابني لازمه تضحية. صحيح انك رح تتعذب كتير بس بالاخر رح تنول مرادك. ها؟ اسمع، انت عمل مثل ما انا عم قلك وانا متاكد تماما انه رح تنجح خطتي. تمام؟ طيب بابا مثل ما بدك، شكرا شكرا لك. ما بدي غير الصبر. سيدهارت، لحظة، سيدهارت، سيدهارت لوين؟ استنى، عم بحكي معك، وقف. شو انت أطرش؟ من أول الدرج وأنا عم نادي لك، ليش ما عم ترد علي؟ وكمان ما عم ترد على رسائلي ولا حتى على تليفوناتي، قول شو صاير معك؟ كأنه عم تطنشني؟ قلي شو مشكلتك؟ سيدهارت، لحظة. شو بدك روشني؟ شو بدك؟ ليش عم بتضايقيني وتبعتي لي رسائل وتتصلي فيني؟ قلي لي شو بدك؟ ليش هالحركات؟ سيدهارت، اللي عم بتقوله من عقلك؟ بصراحة أنا كنت بدي قلك إنه هالغبي كتير عم بيضايقني وعم بيقلل ذوق معي، وكنت حابة إنه تجي وتنقذني من هالغبي. حلو كتير، أنت ما بدك مني غير إني ساعدك، صح؟ أنا بس بعيد ميلادك كنت وقتها كتير مزعوجة وكرهانة الدنيا، فأجيت أنا وساعدتك، وفوق كمان إجيت وواسيتك وسايرتك، هيك لرقتي، صح؟ جاوبي. ولما كنتي مضطرة على تاكسي اجيت دغري ووصلتك على موعدك بالوقت المناسب وساعدتك، ولما اجوا السهران ليخربوا مركزك فورا اجيت وساعدتك، وهلا الغبي اللي اسمه كريش لانه عم يضايقك اجيتي تطلبي مني خلصك، طبعا لانه بدك مساعدتي مو اكثر. طيب انتي فكرتي ليش انا عم بعمل هيك؟ انا عم اعمل هالشي معك لانه انا روشني. اسمعيني شوي، نحن أصدقاء مو أكتر، بس إذا أنت معتبرة أني أنا شخص لا أحرسك فأنا ما فيني يكون هيك، خلص لأنه خلص بكفي، جد بكفي. أنت كأنك عم بتمنني، بس يكون بعلمك يا أستاذ أنا ما طلبت منك أنه تجي بيوم عيد ميلادي وتواسيني، وكمان ما فرضت عليك أنه توصلني على المحكمة هداك اليوم، ولا حتى طلبت منك أنه تجي على مركزي وتنقذني من هدول الزعران. بس رغم هيك تكرم عيونك، رح أعتبر مساعدتك خدمة. تعرف ليش؟ لأنه أوقات الرفقات بيوقفوا وبيساعدوا بعضهم وما بيفكروا أنه يمننوا بعضهم بهذا الشيء أبداً. شكراً كتير، عن جد شكراً كتير على اللي عملته معي. شكراً روشني، أنا كتير مبسوط لأنه ما بقى بدك لا صداقتي ولا مساعدتي، وأنا آسف لأني دخلت حياتك من دون ما أستأذنك أبداً، لهيك أنا بنسحب.